السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخوينا حاليا في جميع أنحاء العالم وفي الوطن العربي وفي اليمن خاصة. أرحب بكم أجمل ترحيب في قناتكم قناة الجبل والنحل القناة التعليمية في موضوع مهم جدا. لماذا يتراجع النحل إلى الوراء؟ أو في مصطلح آخر، لماذا يختفي النحل؟ وبمصطلح ثالث، لماذا ينهار النحل؟ هناك عدة مسميات تستخدم سواء لدى المبتدئين أو لدى النخبة المثقفة، لكن ما يهمنا في الموضوع أين يختفي النحل. هناك أسباب عدة لهذا الاختفاء. الموضوع شائك وهام جدا، يتطرق إليه الأستاذ محمد الجراح من الأردن في البداية ويختمها الأستاذ رشدي في النهاية بدرس مقتضب وهام جدا، فكونوا معنا. السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله دكتور حيدر وحيا الله بالجميع. نشوف دكتور حيدر، تراجع الكثافة النحلية هي تختلف عن موضوع انهيار النحل أو فقدان الخلايا، هذا شيء وهذا شيء، حتى نوضح للآخرين ما الفرق ما بين هذه وبين هذه. الآن تراجع النحل، ملكات أنهت فصل الشتاء، دخلت موسم الربيع، توالدت الملكات بشكل كبير، وضعت البيوض بشكل غزير، هذه تعتبر أجيال متتالية. البيوض التي توضع في يوم سينتهي عمرها الافتراضي في ذات اليوم. يعني لو افترضنا بأن الملكة وضعت 2000 بيضة 3000 بيضة في يوم واحد، سيأتي بعد مرور العمر الافتراضي لهذا النحل ستموت هذه النحلات مع بعضها البعض في ذات اليوم نفسه، ربما تقدم يوم أو تؤخر يوم. نحن نتحدث عن المعدل الطبيعي لعمر العامل، هذا شيء. الآن أجيال متتالية مع بعضها البعض فقست كثافة نحلية عالية، الآن أصبحت هذه الكثافة النحلية ينتهي الأعمار للأجيال، هذه الأعمار الافتراضية تنتهي تترى، يعني انتهى الإطار الأول العمر الافتراضي، الإطار الثاني والثالث وهكذا، تنخفض الكثافة النحلية، هذا معروف انخفاض الكثافة النحلية، إلا في حال كان النحال يقدم التغذية لهذه الخلايا، يعوضها عن المراعي بتغذية باستمرار أو مراعي، ستبقى الكثافة النحلية محافظة على قوتها، ولكن مع انخفاض ملحوظ، لأن ازدهار النحل معروف هو في موسم الفور، يعني الشهر الثالث والرابع والخامس، هذا ازدهار النحل. الآن نأتي إلى فقدان النحل أو انهيار الطوائف، هذا يكون بسبب أمر داخل الخلية، إما مرض أو تسمم أو أكروس أصاب هذه الخلية. أما خلية تفقد مكونة من 10 إطارات تنخفض 7 إطارات 4 إطارات 3 إطارات إطار لا شيء، هذا فيها مرض. الآن الانتباه للنوزيمة، لأن في مثل هذه الأوقات النوزيمة تكون محتدة بعض الشيء، يعني النوزيمة لها موسمين، في الربيع الشهر الثالث والشهر السابع، هذا معروف. الآن موضوع فقدان النحل بهذا الكم كما تفضلت، هناك خلل في الخلية، ليست ملكات، لا يعول على الملكات، هذه الخلية ربما مصابة بمرض معين، يجب الفحص لهذا النحل، أخذ العلامات، لماذا النحل يموت، هل يوجد أكروش، أكارين، فاروة، فطر، هذه يجب أن تأخذ بعين الاعتبار. نأتي إلى الأمر الآخر، هل في هذه الخلية موجود فاروة أم لا يوجد فاروة؟ الآن عندما أريد الجزم بأن خلية مكونة من 10 إطارات 15 إطار 7 إطارات 8 إطارات بغض النظر لا يوجد فيها فاروة، إذن يجب أن أكون أنا قدمت علاجات كافية للقضاء على هذه الفاروة. الشيء الآخر، هل تم فحص النحل بواسطة الفقر؟ هل تم تشريح النحلة؟ الحلقات البطنية الكشف عليها؟ إذن لا نستطيع الجزم بأن لا يوجد فاروة معدومة، ولكن نقول الحد المسموح به.
الحد المسموح به الذي يحتمله النحل. الفاروة تصبح قاتلة عندما كما قلنا بأن هذه الخلية مصابة بمرض. الآن تخيل بأن خلية مصابة بنوزيمة وتأتي الفاروة لتمتص سوائل جسم النحل، يعني أصبح الآن ضربتين على هذه النحل. ماذا تحتمل النحل؟ هل هي تحتمل الفيروسات التي أدخلت إلى جسمها من قبل الفاروة، أم الفطر الذي داخل هذه النحل أو الأكاروس الأكاريب؟ فالآن موضوع الانهيار يعني يجب البحث بتمعن عنه. ما سببه؟ هل هو سببه ربما بعض الخلايا لا تكون فيها إصابات لا أكاروسات ولا أمراض، ولكن هناك زواج أقارب يعني تنهار، ربما تعرضت للتسمم، ربما الملكة توقفت عن البيض لمرض معين. يعني يجب الكشف ومعرفة السبب، وإذا عرف السبب بطل العجب. حسب ما حديثك أتوقع بأن الخلية مصابة بالنوزيمة، سبب الانهيار هذا السريع هو نوزيمة. يعني قم بإعطاء جرعة وقائية علاجية للنحل الآخر، ولا تقوم بتوزيع الإطارات حتى لا تنقل هذا المرض إلى خلية أخرى سليمة. شكرا لك دكتور حيدر. أستاذ الكريم، يعني أنت هيك جاوبت على نفسك من نفسك، يعني إحنا حددنا طرحنا أسباب كثيرة لتراجع خلايا النحل أو انهيار خلايا النحل، وأعطاك الأستاذ أبو عرب كل الاحتمالات الموجودة لانهيار طوائف النحل، لكن خلال مداخلتك هذه أنت أعطيتنا السبب بشكل واضح جدا. فتقول أنك أنت ما بتقدم تغذية سكرية تقريبا طيلة فصلة الصيف، وأحيانا حتى تمتد إلى فترة الشتاء. لكن أخي الكريم، يعني النحل حتى يتطور لابد من وجود نوعين من التغذية في داخل الخلية: التغذية البروتينية المتمثلة في حبوب اللقاح، والتغذية السكرية المتمثلة بالرحيق. انقطاع أحدهما سيؤدي إلى توقف الملكات عن البيض. توقف الملكات عن البيض يعني أنه النحل اللي كبر في السن وصار يعني وصل حد نهاية العمر بده يموت، وما في نحل صغير يحل محل هذا النحل اللي مات، وبالتالي يبدأ هنا التراجع وبكميات كبيرة جدا. لكن إذا توفرت حبوب اللقاح مع الرحيق ستستمر الملكات في وضع البيض، وسيستمر تتابع الأجيال حتى في فصل الصيف وانقطاع حبوب اللقاح، أو بالخريف زي ما هو موجود عندك. ربما يعني الملكة تضع بيض بيكون في هذه الحالة عدد النحل الميت يساوي عدد النحل المولود، وبالتالي تحافظ الملكات على نفسها، يعني 10 إطارات تبقى 10 إطارات، وربما تتراجع قليلا عن 10 إطارات. لكن عدم وجود إحداهما يؤدي إلى توقف البيض أو هلاك الخلية. فإذا لم يتوفر حبوب اللقاح تتوقف الملكة عن البيض، هذا سيؤدي إلى انهيار الخلية بشكل سريع جدا. وإذا لم يتوفر حبوب وإذا توفرت حبوب اللقاح وانقطع الرحيق، أيضا ستكون نفس النتيجة، ستهلك الخلية، لأن الخلية بدون رحيق بدون عسل ما تقدر تعيش، لأنه الغذائين النوعين من الغذاء هذا يجب أن تكون متوفرة. في حالة انقطاع الرحيق نقدم التغذية السكرية، في حالة انقطاع حبوب اللقاح يجب أن نقدم العجائن البروتينية. تحياتي.